السلام عليكم البنات، كركو دايرين؟ كي دايره الصحيحه؟ الاحوال مزيانين؟ وشنو تعاودوا وشنو تحكيوا؟ هذا اول فيديو لينا في القناه، حنايا مدينه الشرق الركاده. نقدموا لكم الدجاج على طريقه الاعراس المغربيه، ونتمنى تدعمونا وتشاركوا معنا وتبارطاجوا معنا، ونتمنى واحد الوباء يمشي. ودابا نبداو لكم الوصفه، وسمحوا لنا عاد كي بدينا الفيديو شويه راه ستريس فينا. يلا تفضلي معايا الاخت وصاحبتي بشرى والمصوره فاطمه الرمضاني. بسم الله نبداو على بركه الله. يلا الثومه، القزبر، المعدنوس. انا كليته عند صاحبتي، جات تبارك الله روعه، جات حتى واحد ما شبعو. وعندي واحد العراضه وكلش، وطلبتها ورغبتها، قلت لها روحي عاونيني وريلي باش نكون ديما ندير هذا الشيء، يعني نبقى نعمل بهذا الشيء. ايواو، هذه هي الدنيا. دابا اللي مصير غادي نطحنوه مزيان ونجيبوه ونبصله. البصله البنات اسمحوا لنا، البصله هضره بشره شويه. هضري غادي تبار، غادي تهديه. زيدي مكانش البصله اختي، كنزيدو البصله. دابا البصله غادي نزيدوها مع هذا الخليط، غادي نطحنوه مزيان ونديرو. يلا بعد ما طحنا الخليط غادي نضيفو دابا العطريه. جوج معالق ديال الابزار، ملحه، المهم راكو عارفين على حسب الذوق. بسبيسه، هادشي كلشي في العطره، العطريه ديال الدجاج وسكينجبير. نديرو ثلاثة د المعالق، وأخيرا نضيفو، ليس أخيرا، هذا الخرقوم، وواحد الراس ديال الزعفران. دابا غادي نخلطوهم. نزيدك الزعفران، وغادي نديرو هنا الدجاجة، نشرملوها مزيان تدخل معاها تشميلة. والدجاج نكونو نقيناه مزيان بالليم والملح والسكنجبير، ونقطروه مزيان، عاد نضيفو له التشميله. التشميله اللي بقات لي نضيفوها عليه هنا، ونخليوه دابا واحد الساعه في هاد الشرموله، عاد ندوزو الطياب.
ها هما الكبادي، ها هما ما شاء الله الخير نتاع ربي موجود. تا الدجاج راه رخيص، راه 240. هادو نسلقوهم ونسوقو بهم الدجاج ديالنا. ايوا البنات دعمونا، صحاب الرقاده، صحاب بركان، صحاب فزوان، صحاب احفر، عفاكم دعمونا وساعدونا. يلاه بادين في هذا المشوار، ونتمناو صحاب الجاليه المقيمه في الخارج والجاليه المقيمه في الخليج يساعدونا. يلاه الى اللقاء، و في وقت اخر ان شاء الله نتلاقاو في ساعه الخير.